اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا، مشرفنا ومنورنا النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عثمان سالم والاستاذ جوده ابو النور. استاذ عثمان مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا، مساء الخير، منورنا استاذ جوده. اهلا بك استاذ احمد، واهلا بجماهير الزمالك العريضه في كل مكان. منورنا. يا اهلا بك استاذ عثمان. في البدايه نبدا من الايجابيات كتير جدا اللي شفناها في مداخله كابتن احمد سليمان امبارح. يمكن نتكلم عن معسكر في بطولة ودية هتعود بمدخلات على خزينة نادي الزمالك، رأيك في المشاركة في بطولات ودية في الفترة دي؟ أنا شفتها الحقيقة امبارح وكنت سعيد بيها جدا، لأنه إحنا الحقيقة مفتقدين مسألة إنك أنت عندك فرقة يعني تقدر تبقى دعم للنادي بشكل كبير، يعني بدل ما هي فرقة بتصرف عليها، لا هي ممكن تجيب دخل وتجيب دخل كويس جدا يعني. واحنا كنا متعودين الحقيقه ان الزمالك والاهلي يعني الفرق الكبير ده، حتى الاسماعيلي، كانوا الفرق دي بتروح تلعب في دول الخليج مباريات، وخصوصا ان انت عندك جاليات مصريه كبيره جدا في الدول دي. يعني احنا لما اتفرجنا على ماتش الاهلي امبارح وشفنا جمهور الاهلي قد ايه كان مالي المدرجات، فطبعا ده الفرق دي الجماهير دي بتبقى متعطشه انها تشوف الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، تشوفها ويبقوا متواجدين في البلدان اللي يعني موجوده فيها. شفنا تجربه قبل كده النادي الزمالك في قطر مثلا في بطوله السوبر الافريقي امام الترجي، وانا كنت السوبر المصري السعودي مثلا على سبيل المثال، السوبر المصري السعودي انا موجود معاهم هناك. صحيح. وشفنا قد ايه الجاليه، وخلي بالك دي كمان بتحصل فيها نوع من التوحد ما بين الجماهير المصريه على اختلاف انتماءاتها يعني. صحيح. ممكن تلاقي اهلي وزمالك، وبنشوف على فكره كمان اسر بيبقى الزوج مثلا زملكاوي الزوجه اهلاويه او العكس، فالناس بتبقى بتعتبره زي يوم يعني مهرجان بيحضروا وشو. بالاضافه بقى انه بيبقى في عائد مادي كمان مطلوب، انك انت الكوره دلوقتي اصبحت صناعه ومصاريفها بقت كتيره جدا، وانت كمان هنا محروم من مساله انك انت تفتح المدرجات للجماهير بالاعداد الكبيره اللي كان، وده كان يعني جزء مهم جدا من ميزانيه الانديه، عائد بيع التذاكر. رويدا رويدا بنلاقيها دلوقتي يعني هو في طفرات حصلت يعني. صحيح. من 5 ل 10 بنشوف في البطولات الافريقيه بيبقى بيصل الرقم الى 50. ف احنا كمان عندنا الجمهور بتاعنا، احنا بنراهن دايما على الجمهور المصري انه بيتجاوب مع الاحداث وبيعيش ظروف البلد، ومهما حصل مشاكل ولا حاجه بتلاقي الجمهور ده في ظهرك، يعني داعم للدوله، داعم ل اي قرارات، داعم للامن والاستقرار، وده شيء مطلوب ومهم جدا. صحيح. فانا شايف ان دي فكره كويسه جدا، ويا رب انها تبقى تتكرر في اكثر مكان، في السعوديه، في قطر، في البحرين، اي دوله عربيه. وهم بيرحبوا جدا كمان، يعني هم بيبقوا سعداء بانه الانديه المصريه هتروح تلعب عندهم يعني. استاذ جوده، في نفس الصدد ده ولكن من منظور التسويق، انك تسوق لاسم نادي الزمالك بيمتلك شعبيه كبيره جدا، شايف ان الخطوات دي بتبقى ايجابيه جدا، وايه اللي ممكن نبني عليه في الفتره اللي جايه زي الخطوه اللي احنا هناخدها دي؟ يعني في البدايه هي خطوه ناجحه وممتازه جدا، لانك يعني الزمالك ما عملش ده من فتره كبيره. الزمالك هو واحد من اكبر القوى الناعمه لمصر الرياضيه، يعني زيه زي المنتخب. من الحاجات اللي لازم يعني انت تبني عليها في يعني التواصل مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي. الزمالك في الخليج ليه خصوصية كبيرة، لان معظم دول الخليج زملكاويه، فانت رحت في المنطقة بتاعتك. يمكن انا مثلا عشت في البحرين وعارف معظم البحرين زملكاويه، الكويت، الامارات، يعني في شعبية كبيرة جدا للزمالك. النهاردة انت في ظل الخنقه والزنقه الماليه اللي عندك في النادي، انت بتدور على مداخيل جديده، فمعسكر زي ده هو معسكر ليه مكاسب كبيره فنيه وتسويقيه ماديه. صحيح. ولن يكون الاخير، يعني انت بتعمل يعني بتشترك في دورتين مع فرق كبيره زي الفتح والوحده وام صلال والرجاء المغربي. فاعتقد يعني هو احتكاك فني مهم، وتسويقيا يعني برضو انا يعني سمعنا ارقام مبشره، ودي يعني خطوه يعني يشكر عليها الكابتن احمد سليمان.
هو يعني دماغه برضه كوره وعارف الازمه فين وممكن تتفك بشكل جزئي تدريجي بحلول زي كده. فانا شايف ان هي حاجه كويسه ان الزمالك كقيمه كبيره يخرج بره بيلعب مباريات مع فرق كبيره بياخد عائد مادي. اللعيبه نفسها بتغير المود، انت يعني في ضغط على الزمالك جوه كتير قوي قوي في الاعلام وفي السوشيال ميديا كمان والسوشيال ميديا، وانت بتستعيد بقى توازنك يعني مع الجهاز الفني كابتن معتمد، بدات ايه تصحح المسار، وانا شايف ان ده كويس جدا. يعني اللي حصل مع كابتن معتمد ده كويس جدا، انك انت بتصل نهائي كاس مصر، بتاخد قمه مجموعتك في الكونفدراليه، الدوري مباراه ما وفقتش فيها، لكن محتاجين ان احنا يعني نواصل، ما نقولش لا يعني ننتكس، دي مشكله كبيره، مش عايزين ننتكس. الزمالك على فكره بيتقدم، يعني حل ملف زي ده انك انت ما كنتش بتلاقي مكان تروحه عشان تعمل معسكر، النهارده لا انت مطلوب وبتاخد مقابل وبتلعب مع فرق قويه، يعني مش بتضيع وقت. صحيح. استاذ عثمان، استفاده ماديه كبيره جدا من معسكر الامارات، كيف يستفيد كابتن معتمد جمال فنيا من هذا المعسكر وبعد كده هيرجع يستأنف الدوري، ازاي يستعد؟ يعني ازاي يستفيد فنيا؟ طبعا انت عارف هو الفرقه محتاجه، يعني هو محتاج كمان يبص على الفرقه بشكل اكثر، خصوصا ان هتيجي المعسكر ده تقريبا هيبدا خلال فتره بتبقى فيها فترة المعسكر المنتخب استعداد لكأس الأمم الأفريقية، وبالتالي هو محتاج كمان يعني يشوف يبص على الفريق، سواء يعني المجموعة الأساسية أو البدلاء أو العناصر الجديدة اللي ممكن يدفع بيها، خصوصا إن احنا شفنا النهاردة كمان يعني قرار أنا أساعدني شخصيا بتوقيع عقود ل 18 لعيب من قطاع الناشئين، أو يعني هنقدر نقول عليهم الشباب يعني. فأنت محتاج تدي فرصة لكل اللعيبه عشان لما تيجي تدخل على المباريات الرسميه بعد كده يبقى عندك رؤيه للمرحله اللي جايه، وانك انت محتاج انت بتعمل اعاده بناء لفريق الزمالك، لانه الفتره اللي حصلت فيها السنه اللي فاتت النتائج ما كانتش مرضيه بالمره، بطولات كتير انت ما كملتش فيها، ويمكن من حسن الحظ ان انت كمان بدات في الكونفدراليه السنه دي بدايه كويسه على عكس البطولات الدوري ثلاث نسخ اللي فاتوا كلهم. صحيح بالظبط. فالبدايه الكويسه دي تبني عليها. صحيح احنا يعني يمكن ما فيش امل في الدوري قوي، لكن انا بقول الدور بطوله النفس طويل 34 مباراه يعني بطوله النفس طويل، بس يعني لازم تبقى كين على انك انت اي نتيجه بالنسبه لك يعني خساره مباراه بتخليك تتراجع. يعني انت النهارده في المركز ال 11 في ترتيب الدوري، مركز لا يليق بنادي الزمالك. هو محدش هيبص على الترتيب دلوقتي لانك لسه بسم الله الرحمن الرحيم 9 مباريات، لسه عندك مجموعه كبيره جدا، بس انت برضه في يعني دي بتدي لك دفعه في البطوله نفسها. صحيح. فدي صحيح. انا بتصور ان احنا برضه لازم نبقى حريصين على انه اي مباراه بعد كده تبقى انت لك حساباتك الخاصه بيها، اذا ما كسبتش ما تخسرش. فبالشكل ده بالاضافه في عندك انت ماتش كمان مهم جدا بتاع سجرادا ده، ان شاء الله تخلصه هناك وتاخد يعني تحسم مساله التاهل من خارج الديار زي ما بيقولوا يعني ان شاء الله. استاذ جوده، شايف ازاي القرار بتاع التجديد او عمل عقود احترافيه لبعض اللاعبين 18 لعيب من قطاع الناشئين، ازاي يفرق معاك؟ ده ممكن يكون ما حصلش في فترات قبل كده، ممكن يكون لعيب مميز او ما قدرتش تحافظ عليه، فحلوه الخطوه الاستباقيه دي. بالتاكيد يعني هو ده قرار صائب 100%. طول عمره قطاع الناشئين في الزمالك ولاد وطلع لعيبه، سواء بالنسبه للزمالك او هما يعني اوراق رابحه في الانديه الاخرى. والنهارده اللعيبه اللي سابها الزمالك هما كانوا سبب في تالق الفرق دي. صحيح. يعني حتى اللي عندك من الفريق الاول لما سبت لعيبه هما شوف يعني بن شرقي عامل ايه مع الجزيره، شوف الـ يعني انا بتكلم على الكبار. صحيح. كمان فالزمالك دايما طول عمره قطاع الناشئين عنده. لو بصينا على الشباب هتلاقي حسام اشرف مثلا في بلديه المحله من هداف الدوري. بيلعب ماجد هاني، بيلعب حمدي علاء، اسامه فيصل. يعني هو طول عمره يعني الزمالك على فكره عشان يعني تتالق وتثبت نفسك مش بسهوله. فبالتالي لما انت بتعمل 18 برضه وجود الكابتن محمد حلمي، يعني احنا يعني عشرناه لاعب ومدرب هو معروف عنه الانضباط والدقه والعدل في التعامل.
فبالتالي ال 18 لاعب دول مش ما اعتقدش ان هيبقوا يعني للشو، لا مؤكد هم عناصر مهمه، وقطاع الناشئين شايف انهم دول ثروه للزمالك في المستقبل، والحفاظ عليهم كان يعني تصرف ممتاز، لانك انت في ظل الظروف اللي انت فيها ايقاف قيد، الدنيا متكبله حواليك، فهم دول الثروه اللي هتحافظ عليهم، لانك انت من خلال دول ولما هيلعبوا في كاس الرابطه وانت عندك الفريق الاول بيشارك في الـ في الـ في الـ في الدوره بتاعه النادي الوحده، وعندك لاعيبتك الدوليين هيبقوا مع المنتخب في كوت ديفوار، وبالتالي انت مش كده صح، يعني عندك من تحت لعيبه 18 لاعب، عندك لعيبه في المنتخب، عندك الفريق الاول بتاعك بيخوض باللاعبين الاخرين هذه المباراه وبيحتك احتكاك قوي جدا، لان الفرق اللي موجوده في هذه الدوره فرق مش قليله ومش سهله، فرق يعني عاليه جدا، وبالتالي انا شايف ان الزمالك بدا يبص للامام يعني في كل حاجه، يعني قطاع الناشئين بقى عنده هدف، يعني انا هات لي يعني احنا مش بنجامل، بس انت عندك 18 لاعب مؤكد دول يعني قوام فريق، انت ممكن تعير منهم تستخدم منهم في الفريق الاول، فبالنسبه لك هم يعني وقود للفتره اللي جايه. فبالعكس ده تفكير ممتاز جدا جدا، وانا شايف ان اختيار برضه الكابتن محمد حلمي، لان احنا اتعاملنا معاه كصحفيين هو ستريت، يعني ايه ما عندوش التبصره ولا المجامله، صارم وجديد وعنده اسم الزمالك ده يعني ليه حساباته، فيعني ان شاء الله يعني نشوف هذا القطاع يعني يطلع لعيبه افضل، وانت من هنا على فكره ده رافض للاستثمار، يعني دي من ضمن الموارد ان اللعيبه دي انت ممكن تعيرها، ممكن تبيع منها تدعم بيها الفريق الاول، فده فكر متوازي. صحيح. شايف ازاي مشاركه اللعيبه الناشئين دي يستغلهم في كاس الرابطه؟ هي كاس الرابطه هتبقى فرصه انها وخصوصا انها هتبقى مذاعه، يعني المباراه هتبقى مذاعه. هتبقى فرصه ان الناس تبص عليهم، وهو كمان اللاعب ده عايز، لان هو دلوقتي على فكره ما بقوش ناشئين، يعني الكلام المغلوط اللي دايما الناس تقول عليهم ناشئين، لا دول شباب. وشباب في ناس في زي احمد حسام ميدو لما كان عنده 17 سنه احترف بره. وبعدين فيهم عناصر مميزه كتير الحقيقه. هنعرف ازاي اللعيبه دي كويسه او ازاي هنحكم عليهم او ازاي ممكن تدعم بيهم الفريق الاول الا من خلال مباريات، فلما دول وهم كمان عايزين يثبتوا نفسهم، يعني هيبقى عندهم الرغبه والحافز انهم يثبتوا نفسهم، واعتقد انه هيبقى مكسب لنادي الزمالك في 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 في, في الدوري بتاع الرابطه ده، انه يعني فرقه هتنافس. انا في تصوري انها هتبقى مش مجرد انها هتبقى ضيف شرف او انها رايحه تسد خانه، علشان الكلام اللي كان اتقال على الغرامه او عدم حصول النادي اللي مش هيشارك او اللي هيعتذر انه مش هياخد الحافز بتاع البطوله اللي هو 100,000 جنيه. لا انا بتصور انه اللعيبه دول هيبقوا ند وند قوي وللفرق، وهنتفرج عليهم وهتشوف هتشوف منهم عناصر مميزه جدا. هتبقى فرصه كبيره للاعب يعبر عن نفسه كمان. كل المطلوب ان هم ياخدوا الدعم المعنوي، والجماهير لازم تروح الماتشات وتدفعهم بقوه، وعلى فكره دول ممكن يغنوا الزمالك عن مساله يعني حل الازمه الماليه اللي احنا اللي النادي بيعيشها دلوقتي. ممكن يجي من خلال هذا القطاع، حد يبقى يطلب للاعاره، حد كده. انا بالصدفه كنت موجود في النادي يوم الماتش بتاع الاهلي واتفرجت عليهم، لا فرقه كويسه جدا وفيها عناصر اللي هي 2003 دي، فيها عناصر وهم ابطال جمهوريه لحد دلوقتي متصدرين. صحيح. ف يعني هم طبعا العقد معمول لل 18 دول من 2003 و2005. صحيح. فالنادي زي ما قال الاستاذ جوده، نادي الزمالك ولاد، يعني عنده فعلا على مدار السنين كتيره جدا، واحنا بنتفرج وبنشوف عناصر مميزه موجوده في الانديه الثانيه وشايلين فرق يعني. استاذ جوده، لو قيمنا التجربه لحد دلوقتي للكابتن معتمد جمال، صحيح اتعمل له تعاقد حتى لو هو هيبقى مدير فني مؤقت او هيعمل في الجهاز الفني اللي ممكن يبقى موجود باذن الله في الفتره اللي جايه، شايف ازاي نتائجه مع الفريق؟ إيه انا يعني شايف ان الكابتن معتمد هو حظه حلو، يعني التوقف اللي هيحدث ده
هيديله فرصه، لانه برضه جه من الدار للنار يعني بصراحه. صحيح. واستطاع ان هو الراجل يعني يمشي في كذا مسابقه في وسط ضغوط بيراميدز، فريق يعني مليان نجوم وقيمه تسويقيه كبيره جدا جدا. صحيح. استطاع ان هو يتغلب عليه. ايضا في الـ في الـ في الكونفدراليه ماشي كويس. النهارده برضه في الدوري مباراه المصري مش مقياس، مش مقياس خالص. وانا مش عايز الجماهير الزمالك تقف عند هذه المباراه. نتخطى ده، نقمص حاله مثلا تشاؤم او كده. لا يعني انت بالعكس، انا يعني كون ان تحصل يعني سقطه مبكره دي مفيده للكابتن معتمد وللجهاز الفني، بس على الجانب الاخر احنا مش عاوزين برضو من امبارح نشيد بيه النهارده نقول ده وحش. لا، لازم برضو نقف في ظهره. يعني انت كجمهور زمالك، لا الكابتن معتمد يستحق انك تقف في ظهره وياخد فرصته. النهارده هو الكابتن معتمد محظوظ في حاجه، وهو في الامارات عنده لعيبه مع المنتخب، وعنده اللعيبه في كاس الرابطه، وهو في معسكر، ففرصه ذهبيه ان هو يعمل توليفه لنادي الزمالك للفتره اللي جايه، يقدر يلعب بها دوري، يقدر يكمل بها في الكونفدراليه، لانه هو برضه ما كانش عنده الوقت، فعذره الوقت جاله. وانا برضه يعني باشيد يعني بمجلس الاداره ان هو يعني في ظهر الكابتن معتمد، لان ده المطلوب. ما تحاسبش حد بالقطعه، لا بالعكس. يعني الكابتن معتمد هو مش كويس جدا مع الفريق، مش معنى خساره. احنا يعني شفنا الفريق اللي بنفسك من كام يوم كان الجمهور بتاعه بيشتم المدرب، وانت مش شايف، وانت مش بتغير، وانت النهارده فاز مباراه الدنيا هديت. فهو ده الحال. يعني انت برضو الجهاز الفني هو لازم طبعا اسم نادي الزمالك كبير، ولازم ان احنا نتخطى هذه، والجماهير برضو مش في حمل اعذار كل مره، لا. ووضع النادي الناس كلها كانت عارفاه، يعني انت كمدير فني جاي وعارف الظروف، المجلس برضو جاي وعارف الظروف، وبالتالي احنا بندور على الحلول. فانا شايف ان في حلول، يعني بالنسبه مثلا لمشكله القيد في سعي كبير جدا، خطوات كبيره جدا ان شاء الله. يعني كل حادث حديث، مش عايزين نسبه الاحداث. يعني انت كل خطوه بتعملها الناس بتحاول تشوشر عليك فيها. يعني مثلا النهارده انت بتتحرك ناحيه مش عارف حد وسيط في نجاده، ما اعرفش كل دي اجتهادات على حتى لو صحيح. لكن يعني شوف انت اي حركه، حتى لو الناس يعني انت عليك ضغط، فبرضه لازم اللعيبه، الجهاز الفني، مجلس اداره هو مدرك لكل ده. لكن يبقى اقوى قوه في نادي الزمالك هو الجمهور. لازم تكون في ظهر النادي، في ظهر فريقك، في ظهر المجلس بتاعك. النادي اللي بينجح هو اللي بيدخل اي معركه او اي تنافس باعضائه وجماهيره، ويعني واحده واحده منظومه ككل، واحده واحده. صحيح. علشان تقدر انت تعمل حاجه. صحيح. الزمالك انا شايف مفيش اسوأ من اللي راح. يعني مفيش اسوأ من كده، يعني اللي جاي 100% افضل ان شاء الله. استاذ عثمان، لو بصينا على اخر كلام كابتن جوده او استاذ جوده بيتكلم عن الكونفدراليه، الكونفدراليه شايف المنافسه فيها ازاي؟ ان الزمالك ممكن يوصل فيها لايه؟ وطموح الجمهور انه يحقق بطوله، شايف ازاي نادي الزمالك مشواره يكمل لحد فين في الكونفدراليه، وجمهوره دايما، جمهورنا الزمالك، عايز البطوله او عايز اقرب بطوله بينافس فيها الفريق؟ بالتاكيد. يعني هي يمكن من حسن الحظ ما انا قلت من شويه انه البدايه كانت كويسه. لازم نكمل ولازم نبني عليها، ونحط في اعتبارنا ان دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لك، انت خدتها مره قبل كده. صحيح. وبالتالي مش صعب انك تاخدها. هي على فكره بطوله مستعصيه على الانديه المصريه، يعني نادي الزمالك خدها مره، النادي الاهلي خدها مرتين تقريبا، وغير كده معظم دول الفرق المغربيه، فرق شمال افريقيا. المغرب بالذات يعني اغرب نهضه بركان فانا بتصور انه البطوله دي يعني مفتاح مهم جدا بالنسبه لك انك تعيد فريق الكره في الزمالك لوضعه الطبيعي، ان هو يبقى في حجم المنافسه على البطولات المحليه سواء الدوري والكاس. كمان انت عندك نهائي الكاس جاي السنه دي، وبالتالي انت محتاج انك انت يعني تعوض بطولتين خسرتهم في سنتين متتاليتين يعني. فهي انت النهارده بالنسبه للدور اللي احنا موجودين من دور المجموعات ده، انت متصدر،
هتبقى ان شاء الله لو انت نجحت انك انت تاخد اول مجموعه هتبقى تاخد تواجه الفريق اللي هيبقى تاني المجموعه الثانيه. وبالتالي هي هتبقى محتاجه منك برضو حسابات انك ازاي تركز في انك انت يعني تحصل اكبر عدد من النقاط في سواء بالنسبه للمجموعه دي او بعد كده علشان كل مرحله هيبقى لها حسابات ثانيه. الفرقه كمان لما هتبقى واقفه على رجليها وبشكل كويس عامل الجمهور كمان الداعم، الاداره طبعا مش موفره اي مجهود بالنسبه لل او جهد او دعم بالنسبه للفريق. فانا بتصور انه البطوله دي هتبقى قريبه جدا، وعندي احساس ان هي ان شاء الله ممكن تبقى من نصيب نادي الزمالك باذن الله السنه دي. ان شاء الله الاداره تفضل موفره الجهد ده بالنسبه للفريق ككل، المنظومه ككل. استاذ جوده، يمكن لو بصينا على مجموعه اللعيبه اللي عندها خبره في الفريق، كابتن شيكابالا، كابتن عبد الشافي، زيزو بقى احد الكباتن الموجودين دلوقتي، اوباما لعيب متربي في نادي الزمالك، دور اللعيبه دي ازاي يلموا الفرقه في الفتره دي في منافسه على بطوله اكيد في الادوار اللي جايه هيبقى المنافس اصعب من الفرق اللي معانا في المجموعه. هو بالتاكيد يعني الزمالك لازم يفكر بالمرحله. يعني مش عاوزين برضو ان احنا نبص لبعيد قوي. يعني انت كزمالك انت بتدخل الموسم وانت عينك على الدوري، عينك على الكاس، عينك على الكونفدراليه، عينك على كل اللي بتنافس فيه. ده الطبيعي، ده الاساسي. صحيح. ولكن انا برضو لازم ابقى ماشي يعني مرحله مرحله. النهارده في الكونفدراليه انت اول المجموعه بتاعتك، ويعني العلامه الكامله. اللعيبه على فكره يعني لعيبه مصر كلها زي شبه بعضها. الفرق ما بين نادي ونادي هو اللي بيوفر لهم الهدوء والتنظيم. يعني اللعيبه اللي بتطلع من عندك من الزمالك بتشيل فرق. صحيح. يعني هم دلوقتي اللي بيغنوا لهم الجمهور، هم اللي بيجيبوا الاجوان، هم دول كانوا عندك. فيعني شطاره الجهاز الفني ان هو يوفر يعني الخلطه بالنسبه للفريق، بس ان هو العناصر يعمل منها سيمفونيه يقدر يلعب بيها، والهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء. الجمهور يدعم، وانا بقول الجمهور لان النهارده السوشيال ميديا يعني بقت حاجه صعبه. لو ما كنتش انت كلاعب وكجمهور وكاداره فاهمها ومستعد لها يعني تتوه في عالم السوشيال ميديا الواسع ده. فانا شايف ان احنا مرحله مرحله. الزمالك في الكونفدراليه 10 من 10 ماشي. مجموعه اللعيبه اللي موجوده على فكره هؤلاء اللاعبين كانوا نجوم في فرقهم اللي انت جايبهم، وبس هو حته الثقه اتعمل عليهم حمله اعلاميه مغرضه افقدتهم توازنهم. لكن انت النهارده شيكابالا بيجيب لك احلى اهداف وبيقلب المباريات، اللي هو كانت الناس تقول لك ده كبر وعجز و النهارده شيكابالا حاجه يعني ولا عنده 20 سنه. صحيح. زيزو ما شاء الله يعني لاعب بيجتهد يعني مركز في الملعب. صحيح. ورغم كده مش سايبينه. صحيح، شائعات كتير جدا مش سايبينه. يعني هو كل لاعبين الزمالك بيخطف منك، وبعد كده اللاعب اللي هو شايف فارق معاك بيدوشه بعض الشائعات والعروض الوهميه. ده بقى دور الجهاز الفني، وان هو دايما يبقى بيحمس وبيحفز وبيصنع الحوافز. النهارده انا رايح لاعب ساجرادا علشان هدفي ان انا افضل على قمه المجموعه. صحيح. يعني ده يعني انت كل مباراه لها الخطاب بتاعها وليها حوافزها، وبالتالي الزمالك ياخد حاجه مرحله مرحله. لا هيعمل، لكن برضه مش عايزين نروح لاخر الخط ونقول والبطوله لسه بعيده. ما البطوله مش هيجيبها، هي مرحله 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 مرحله. استاذ عثمان، كان هياخد من السؤال اللي سالته الاستاذ جوده نفس السؤال، دور اللعيبه الكبار مع الفريق. في عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين يمكن سنهم صغير ما عندهمش بعض الخبرات، ازاي اللعيبه دي تقدر تحفز اللعيبه؟ دورها هيبقى عامل ازاي مع الفريق في الفتره اللي جايه؟ هو الدور ده موجود وقائم به الحقيقه شيكابالا. صحيح. بشكل رائع جدا، وهو محبوب جدا من كل اللعيبه. تعرف هو بطبيعته انسان يعني انسان طيب، وكمان الدور ده بيقوم بيه معاه يعني بالمشاركه معاه محمد عبد الشافي. صحيح. وانا بعتبر رجوع محمد عبد الشافي في قرار الاعتزال ده كان قرار
رائع وصائب جدا، وهو عامله كنوع من رد الجميل للنادي يعني. يعني هو يمكن ما كانش حابب انه يكمل، لكن لما لقى النادي محتاجه وفي ظروف صعبه زي دي، فمحمد عبد الشافي النهارده ورقه رابحه جدا وبيقدم عطاء كانه بسم الله ما شاء الله كانه لسه بيبدا. وكل اللعيبه اللي موجودين، هي كمان انت عارف مشكله الزمالك انه في لعيبه تعتبر يعني جايه من انديه ثانيه، ودايما بتبقى في حساسيه شويه ما بين اللعيب جاي على مركز في حد شغله او كده، فبتبقى الحساسيه مهمه. فهي الجزئيه دي موجوده الحقيقه في نادي الزمالك بشكل كويس ومميز جدا يعني. يعني ده يعني حتى في غرفه اللبس دائما وابدا تلاقي الروح موجوده، وحتى لما بيحصل يعني لو في خساره لا سمح الله لماتش ولا حاجه بيعرفوا يلموا الفرقه بسرعه. فانا بتصور انه الجهاز الفني كمان بيلعب دور مهم جدا في مساله ان هو ازاي نلم الفرقه، ازاي نخطي مرحله زي ماتش المصري اللي حصل من يومين ده، ازاي تبدا تفكر في المهمه اللي جايه بعد كده بسرعه. يعني اذا كان تنسى اي نتيجه حتى لو نتيجه ايجابيه، لو انت فايز ازاي تنسى تحتفل، وبعدين ازاي تنسى البطوله اللي انت كسبت فيها دي بالظبط، تنتقل للمرحله اللي بعد كده، لان كل مرحله اللي جايه بتبقى اصعب من اللي قبلها. صحيح. فانا بتصور انه الميزه دي الحقيقه موجوده، وموجوده يعني من اكتر من لعيب، وفيهم زيزو كمان بيقوم بنفس الدور. يعني كل اللعيبه الحقيقه الكبار بيلعبوا دور مهم جدا، والونش ان شاء الله لما يرجع هيبقى اضافه كويسه جدا من الناحيه المعنويه ومن الناحيه الفنيه باذن الله. لو سالت حضرتك مثلا او سالت استاذ عثمان على عوده الونش، انت عندك الونش رجع بعد فتره كبيره جدا، شايف ازاي عوده الونش وانه رجع مره ثانيه وان شاء الله باذن الله رويدا رويدا يدخل في جو المباريات والمشاركه؟ انا شفت الونش من حوالي اسبوع كده في الملعب في التمرين، الحقيقه بيبذل مجهود غير عادي، بالاضافه انه يعني عنده الرغبه والحافز، لانه الحقيقه الاصابه كانت مؤلمه وبعدته فتره طويله. والونش ده بصراحه مش لعيب للزمالك بس، لا لعيب ومنتخب مصر كمان، وهو كان حريص على انه يبدا، يعني كان عايز يبدا المباريات، يمكن كان ممكن يكون فيه درجه من التسرع شويه، لكن هو كان عنده امل ان هو يلحق كاس الامم الافريقيه. واعتقد ان شاء الله لو هو شارك مثلا في مباراه ولا حاجه قبل البطوله، ممكن، لان هو عنده رصيد من الخبرات، رصيد كبير جدا، ممكن يعني يقلل الفارق الزمني في الاستعانه بيه. يعني لعيب كويس جدا، ولعيب كمان من الناس اللي ما بتعملش مشاكل ومجتهد جدا. فانا بتصور انه يمكن الزمالك انت بتقول فعلا هو محتاج دعم، بس الدعم لابد ان يكون بالعناصر اللي انت محتاجها. صحيح. او في الاماكن وبالنوعيه كمان، الكواليتي يعني مهم جدا انك انت تجيب، مش لعيب طبعا، انت عندك 32 او اكثر من 2 او 35 لعيب موجود، لكن انت محتاج اللاعب اللي يصنع الفارق في مراكز معينه. فاعتقد ان الاداره شغاله على ده، وهم يعني الحقيقه بيعملوا في سريه، وبيتكلموا لما حاجه يتم انجازها فبيبقى في وقتها يعني. لكن برضو معلش في ملاحظه صغيره بس، احنا عايزين برضو المجلس الاداره لابد ان هو يحط الاعضاء والجماهير في الصوره من اللي بيحصل في النادي. يعني هم صحيح الفتره قليله، الفتره الزمنيه قليله، انا كنت بتكلم مع الكابتن حسين لبيب من يومين بالظبط، واتكلمت معاه فيما يتعلق بالامور الاجتماعيه زي فرع 6 اكتوبر، زي الحاجات اللي موجوده في النادي. شفت معاك المهندس مجدي ميشيل بيتكلم على رئيس اللجنه الهندسيه، اللجنه الهندسيه، يعني في شغل بيتعمل بس لازم يبرز للناس. صحيح. يعني انا في ناس معايا اعضاء في النادي بيسالوني بحكم ان انا بحكم عملي يعني وكده، بس خلي بالك في وضوح برضو من اول يومين ثلاثه ان المجلس في اول بنود او قرارات كده طلع بيها من اول اجتماع مجلس اداره ان في مرحله ان شاء الله هتبقى مرحله اولى في فرع 6 اكتوبر بعد 18 شهر. على فكره الكابتن حسين قال لي انا عايز المهندس هشام نصر نائب الرئيس، قال لك انا عايز الناس، لما بساله على فرع اكتوبر قال لي انا عايز الناس تروح ويشوف، يعني ما انتظرش ان بس حد ينقل له معلومه، لا يروح بنفسه ويشوف. اتكلم كمان على العمليات الاصلاحات المعموله في النادي، تطوير اللي هيحصل، الانترلوك اللي هيركب خلال اسبوع او اسبوعين. في شغل بيتعمل وفي شغل باين، رغم المشاكل الماديه الكبيره اللي موجوده والترك الثقيل اللي هو
اللي المجلس ده ورثها يعني. فانا استاذ جوده انا اسف، اتفضل استاذ عثمان. فبتمنى ان شاء الله ان احنا بس الناس تبقى تديهم فرصه، وبعدين الحقيقه في جو من الاستقرار جوه النادي يعني بتعيشه وانت داخل. صحيح. يعني بتشوف الحاله النفسيه، الناس هاديه، حتى الناس بتوع الامن، العمال، الموظفين، كل الناس دي بتدي لك احساس بان انت داخل او انت دخلت في مرحله جديده بالنسبه لنادي الزمالك اللي ناس عارفاه، واللي ناس اللي احنا يعني انا واحد ناس بقالي 30 او 35 سنه في النادي، يعني عاصرنا اجيال كتيره جدا. فالمرحله دي مرحله انا مستبشر بها خير ان شاء الله. ان شاء الله كنت لسه اقول لك متفائل ان شاء الله باللي جاي مع نادي جدا والله. استاذ جوده متفائل باللي جاي مع نادي الزمالك، شايف ازاي كمان حظوظنا الزمالك في الفوز بالكونفدراليه؟ متفائل ان شاء الله ان الزمالك يكمل في البطوله الكونفدراليه ويحصل عليها؟ بالتاكيد، يعني انت ما فزتش المباريات دي كده من فراغ. صحيح. وبالتالي انت اول المجموعه، فبالتالي يعني كانت قبل كده بداياتك وحشه، لكن انت المره دي بداياتك قويه، فدايما البدايه للبدايات اللي تؤدي الى النهايات، يعني ده الطبيعي ان شاء الله. الحاجه الثانيه اللي يعني تعقيبا على مجلس الاداره، انا عاجبني طريقه الملفات، يعني مثلا ملف الكوره للكابتن احمد، الكابتن حسين، مثلا يعني الملفات دي، ده هو ده احدث حاجه في الاداره، توزيع الادوار. توزيع الادوار. فده ادي برضو فرع اكتوبر، يعني كل ملف كل عضو مجلس إدارة ماسكه بيشتغل فيه، في إنجازات بتتحقق، بيطلع المتحدث الرسمي بيتكلم بالميزان، كلام كويس جدا، ده برضو ده حاجة جديدة. صحيح. التنظيم ده، فبالتالي لكن أنا عاوز أقول للمجلس حاجة، أنا عايزه يستحضر يعني مصر كده من 2014 كنا فين وبقينا فين. نفس الظروف يعني، كانت برضو الدنيا مقفلة، النهاردة انت ما شاء الله مصر في حتة تانية. طبعا. بمشاريعها وباستثماراتها وبسمعتها فنفسي في كده ان شاء الله نفكر خارج الصندوق، ندور على مصادر دخل بأي طريقة، والزمالك هيبقى في المكان اللي يستحقه فعلا ان شاء الله بإذن الله. استاذ عثمان شرفتني ونورتني. اشكرك شكرا جزيلا، بسعد لما اكون معك. شكرا يا استاذ احمد، بارك الله فيك. شرفنا ونورنا الاستاذ عثمان سالم والاستاذ جوده بنوره، النقاد الرياضيين الكبار.